السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دراسة خطيرة تمت بالاتحاد مع باحثين من جامعة لانكستر وجامعة كاليفورنيا بيركلي، دي 12 سنة 2022، بتقول لك إن المستخدمين ما بقوش قادرين يفرقوا بين الوجوه الطبيعية والوجوه اللي بيعملها الذكاء الاصطناعي. فاكرين في مواقع كانت بتعمل من خلال الخوارزميات اللي هي GAN بتعمل الصور، لكن كان بيبقى فيها أخطاء. دلوقتي لأ، الناس ما بقتش تفرق، بتبقى موجودة وبدأ الناس تتلخبط، وبالعكس بيحسوا بإن الوشوش اللي عملها الذكاء الصناعي أكثر جدارة بالثقة من الناس الحقيقيين. فده بقى مشهد خطير، إن بعد كده الناس مش تقدر تفرق سواء في الصوت أو في الفيديو، أو ممكن تبقى كل خدمة العملاء معمولين بكمبيوتر روبوت وبيجاوب عليك وحافظ أسئلة الناس. يعني أنت اتصلت مثلا بمطعم مؤمن، فاللي بيرد عليك مش انسان، ده روبوت موجود وبيشغل 24 ساعة، ما بياخدش اجازات، ما بيعطلش. فحاجة خطيرة جدا على البشرية، اللي هو الاتجاه لموضوع الذكاء الصناعي، لان اكيد المالك بالنسبة له اوفر، هو ده اللي بيبص ليه. فاهو الناس كلها يعني غلطوا وقالوا على الصور معلومات الذكاء الصناعي انها طبيعية، وإن فيها ألفة، وإن هو حاسس إن هو ده ممكن يكون صديق ليه. التطور رهيب جدا جدا بتاع الذكاء الاصطناعي ده 2022، إحنا 20 تقدر تقول 24، تمام؟ فموضوع خطير. ده اللي هي الـ GN Generative Adversarial Network، دي بتعمل وجوه بالشكل دوت، وبعد كده ممكن أي برنامج يخليها تتحرك. يعني في كذا خوارزمية، واحدة مسؤولة عن الصور، واحدة مسؤولة عن الفيديو، واحدة مسؤولة عن الصوت. كل ده ممكن يخلي فيه إمكانية إن الراجل اللي بيكلمك أو الشخص اللي بيكلمك ما يكونش إنسان، وأنت تقعد تتكلم معاه وتطلب منه وتتناقش معاه، وفي الآخر أنت تقفل وبتشتش إن ده إنسان آلي وليس شخص حقيقي. فده ممكن يؤدي لبطالة مثلا ملايين الناس شغالة في مجال زي دوت. فالله المستعان.